نعم، يسأل عن كيفية طواف الرسول صلى الله عليه وسلم. طواف الرسول أنه طاف بالكعبة، بدأ من الحجر عليه الصلاة والسلام واستلمه وقبله، ثم طاف 7 أشواط عليه الصلاة والسلام، وكان يذكر الله ويدعو الله في طوافه، ثم لما فرغ صلى 2 ركعات خلف مقام إبراهيم، صلى 2 ركعتين، ركعتي الطواف. هذه صفة طواف الرسول صلى الله عليه وسلم.